لاعب البرازيلي. هنا محاولة الآن أبو ناموس والقائم النوبي إذا يفتتح التسجيل. متابعة جميلة جدا من النوبي يضعها في المرمى ويسجل أول الأهداف في ظل عدم الرقابة والمتابعة من مدافعي خورفكان. حسين النوبي إذا يسجل أول أهداف في هذه المباراة ليتقدم الآن بنياس بهدف مقابل لا شيء. لاحظ أبو ناموس سدد والكرة ترتطم بالقائم والمتابعة تأتي من سهيل النوبي اللي يجد المرمى أمامه ويضعها في المرمى الخالي. يسجل أول الأهداف الآن لبنياس. تقدم بنياس الآن بهدف مقابل لا شيء عن طريق سهيل النوبي. لاحظ الكرة اللي ترتد أو ترتد من القائم وسبحان الله عدت من تحت الحارس. يوم أمس أيضا شاهدنا الحارس سجل في مرمى لكن اليوم ارتدت من تحت حارس المرمى ووضعها على طول وهنا فرحة داركو.